إذن ألف مبروك لنادي الشباب هارد لك لفارق الاتحاد. أجواء ما بعد المباراة مع مراسلنا علي شريان، نتابع. المباراة اليوم الشباب قدم مستوى غير اللي كان فيه، شايفين الشباب قاعد يقدم مستويات تصاعدية. كيف شفت الشباب اليوم؟ أول شيء الله يسعدك دنيا وآخرة، قول أمين ويسعدنا معك. الحمد لله أنا شايف الشباب مو من اليوم، أنا عايش معه من بداية الموسم. استعدينا بفريق يمكن بدينا الموسم فريق غير اللي استعدينا فيه بسبب الظروف الماليه وما الى ذلك. انا كنت اراهن من مباراه الهلال وقلت بتشوفون راح نكسب المباراه الجايه مباراه كؤوس. اليوم صراحه يعني ممكن تصير اخطاء تصير ترى اقبلها، بس اليوم اللي حصل ما بين الشوطين من مساعد الحكم الاول مع اللعيبه اللي يجي يدق باب غرفه نادي الاتحاد وينادي اللاعب ويتلفظ بالفاظ مش كويسه، يعني انا من يوم شفت الحكم المساعد الحكم قال الكلام هذا انا عرفت ان الامور ما هتكون في وضعها الطبيعي. للاسف 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 يعني هذا الشيء اللي 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 حصل يشهد الله عليه اني انا مصدوم. يعني ما يتوقع احنا وين، احنا في دوري كاس الامير محمد بن سلمان، دوري كبير يعني يجب ان يعرف الكل، كل الناس تتكلم عن تطوير الحكم السعودي، بس اذا حكم في العقليه هذه وفي الشيء هذا هذه كارثه. منادى عبد الرحمن العبود وتكلم معاه كلام لا يليق لا يليق لا يليق، يعني كلام ماس وجارح وكلام لا يليق صراحه. يعني بين الشوطين واحد يتكلم زي كذا كيف هيكون في المباراه؟ انا سعيد جدا للفوز في ملعب صعب وخصم قوي، الاتحاد فريق مميز، سعيد بالانتصار. الف مبروك النادي الشباب وجماهيره، هارد لك لنادي الاتحاد وجماهيره. الحمد لله احنا خشينا وعازمين على هذه المباراه ان احنا لازم نفوز ونرجع للمنافسه ويرجع الشباب يعني لوضعه الطبيعي والحمد لله. اليوم شفنا الشباب غير، صح الشباب مستويات متصاعده لكن اليوم شفنا الشباب غير، من بدايه المباراه كان في اصرار. الحمد لله على كل حال، الف مبروك جمهورنا الغالي واللي كان خلف الشاشات يدعي لنا يتمنى لنا الفوز، يعطيهم العافيه. شكرا للشباب اللي كانوا موجودين على ارضيه الملعب، قدرنا نثبت نفسنا، المباراه ما كانت سهله، حصلنا على 3 نقاط من فريق يعتبر منافس في الدوري، الحمد لله. كابتن بدر، يعني ثالث يعني هزيمه المتصدر، ثالث انتصار، يمكن من افضل مباريات الشباب هذا الموسم. اكيد ثالث انتصار، يعني 9 نقاط يعني يمكن ما قدر يجيبها في اول الدوري. اذا المركز الثالث ولو مؤقتا. نعم ضرب عصفورين بحجر، خربط اوراق الصداره وايضا قدم مستوى رغم انه في طيب غياب لثلاث اجانب لنادي الشباب، الا نادي الشباب اليوم اثبت انه فريق تطور مباراه بعد مباراه، وهذا يحسب للاداره ان صبرت على شاموسكا اللي شاف نتائج شاموسكا ويا الشباب اول شيء قال خلاص هذا بيطلع، لكن هذا ما حيكمل لكن انا اتذكر في مره كان في لقاء هنا في صدى الملاعب قبل كنا نتكلم عن شاموسكا، كان مو هو شاموسكا اللي في الفيصلي، لكن الان رد شاموسكا اللي كنا شفناه في الفيصلي. نعم الان غير، يعني فريق غير ويمكن ينافس على هالمستوى، يمكن ينافس في الصداره، بيكون 4 من 4 الكبار اللي في الصداره في المستقبل. نعم.